السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز وحلقة جديدة تأخرت فيها أنا كثير، اسأل سيزار، وهاي الحلقة 24. باقي الحلقات إذا بدكم تحضروها في رابط في صندوق الوصف لحتى تحضر كل الحلقات، وأي سؤال ممكن يكون خاطر في بالكم أكون جاوبته في واحد من هالفيديوهات 24. قبل ما أبدأ بذكركم، أرجوكم أصدقائي التزموا في بيوتكم في هاي المرحلة الصعبة اللي بتواجهها دولنا العربية والعالم كله. فأكثر إشي ممكن أنت تساعد فيه دولتك إنك تلتزم في البيت وما تطلع، ما تختلط مع الناس، فما بتأخذ المرض لا سمح الله وما بتنشره. اعمل هيك وجزاك الله خير. نبدأ مع الأخ تيك وورلد، كيف حالك أخي؟ بسأل لماذا لم تعمل مراجعة للنوتن لايت وأي دول أحبوا إلى قلبك؟ دول عربية. مبدئيا النوتن لايت لم أعمل له مراجعة لأنه ما نزل عندنا على الأردن، احنا بنستنى انه ينزل عندنا على الاردن هيك اجهزه ونطلبه من الشركه اذا بتوفر لنا اياها حتى يعني للتجربه، فهو لسه ما نزل، عشان هيك ما قدرتش اعمل. يعني ان شاء الله بعد الحظر ممكن نشوفه في الاردن، اذا وصلني راح اعمل له مراجعه باذن الله تعالى. بالنسبه للدول العربيه التي احب، انا بحب كل الدول العربيه، بحب كل العالم، ولكن في فعلا في مشاعر، انا مدن الى مشاعر خاصه عندي. اولا من ناحيه روحانيه دينيه، مكه المكرمه، المدينه المنوره، والقدس، هذول لهم معزة ومكانة قوية في قلبي دينية، ما صعب ما تقارنها مع حدا، خلص محجوزين. ولكن كمدن عادية إيش بحب لو بدي أعيش في دول عربية؟ أكثر مدينة بحب أعيش فيها هي دبي في الإمارات العربية. اللي بعد، الأخ مهدي عبد الله بيسأل كيف بدي يعرف كيف يوصل، متى بدأ توصل آخر تحديثات للهواتف لو كان مصدره لغير دول عربية؟ يعني مثلا اشتراه من دولة، يعني من دولة ثانية مش موجودة في دولته، كيف بدي يوصله تحديثات؟ موضوع تحديثات موضوع شائك. يعني عندنا أجهزة كثيرة، طلعوا سامسونج قديش عندها عدد أجهزة، هواوي عدد أجهزة، شاومي عدد أجهزة، عندنا كميات الأجهزة ضخمة جدا، فالشركات صارت تتأخر كثير في موضوع التحديثات. وحتى الشركات صار عندها عادة إنها ممكن تطنش الأجهزة الأولية وتطنش الأجهزة المتوسطة وما تبعت تحديثات، تركز بس على الفلاجشيب، ومع ذلك تتأخر كثير حتى على الفلاجشيب لحتى تأخذ تحديثات. عشان هيك أنا بحب موضوع ون بلس، ون بلس كثير بيجي تحديثات، لأنه الشركة عندها كم جهاز، كم جهاز ون بلس معدودين، خلص عارفي بتودي لهم تحديثات. آيفون بكل سهولة بيجي تحديثات، جوجل بيكسل بيجي تحديثات بسهولة. فلذلك أنا من رأيي إذا أنت بهمك موضوع التحديثات اعرف الجهاز اللي بدك تشتريه، وأنا بنصحك بون بلس لأنه هذا الموضوع سهل جدا، إن شاء الله بتشتريه من أمريكا من الصين، ون بلس حيجي دائما تحديثات. الأخ بن سعد بيحكي إنه العام هذا كان ترند عنا الشاشة 120 هرتز أو 90 هرتز، وشركة ون بلس زي ما تحكوا تقدمت الموضوع بعدين الشركات بلشت فيها. هل إنه الشركات بتكون عندها التقنية بعدين بتوزعها ولا شو بسوي؟ لا، كل الشركات يعني التقنية بتكون تقريبا إذا ما كانش موضوع خطير بتكون عند كل الشركات، ولكن في شركات بحبوا يستنوا لحتى يطوروا التقنية تكون صح وينزلوها صح مثلا، وفي شركات يحبوا يحطوا التقنية بسرعة بالجهاز عشان يكونوا سباقين. أنا مع أنه يكون متأخر شوي بس يكون يشتغل صح. فما في أنه والله شركة بتحتكر تقنية عن شركة ثانية، بالعكس سامسونج مثلا بتصنع شاشاتها وبتعطيها لأبل مثلا، فما بتقدرش تخفي تقنياتها عن أبل، ليش؟ لا بدها تبيع. الأخ سالم جو 99، كيف بتشوف هواوي وتليفوناتها بدون خدمات جوجل في المستقبل؟ قبل نروح على المستقبل، احنا اليوم نحكي الأجهزة الجديدة بتطلع حاليا وكثيرة صارت تطلع من هواوي من عند الميت 30 واطلع، بتطلع بدون خدمات جوجل. شركة هواوي ناوي تقدم خدماتها هي بدل خدمات جوجل. هسه فعليا لو تشتري جهاز من أجهزة هواوي الجديدة ما في خدمات جوجل، ولكن تقدر تستخدم المتصفح، تفتح الجوجل مابس. أهم هواوي إنها لا بديش أعمل هيك، أنا بدي إياكوا تستخدموا هواوي موبيل سيرفيسز والخدمات اللي إحنا بدنا نقدمها، وهي صار عندها هم بدها تطور الآب جاليري تبعها وتعبي تطبيقات من كل الشركات الضخمة وتدفع فلوس خلال سنتين ثلاث يكون عندها يعني ستور، أو اللي هو كيف جوجل بلاي وأبل ستور نفس الإشي بس لهواوي، ويكون قوي وتكون إيش هي تتحكم، بدها تجيب جوجل أوكي بتجيب جوجل، بدهاش ما عندها مشكلة، ما حدا يعني يخنقها. فأنا بتوقع أنها تمشي بهذا الخط، وممكن ترجع جوجل يشتغلوا مع بعض، بس حيكون عندها خيارين، بدك جوجل موجود وبدك هواوي موجود،
وبتقدر تكمل لحالها بدون جوجل. هيك الفكره تبعتها. الاخ فيصل بيسال سؤال سريع وبسيط، ايش الكاميرا اللي انت بتصور فيها فيديوهاتك؟ انا بصور بكاميرا اسمها سوني الفا 73 او A73. كثير بحب هاي الكاميرا، كثير علاقه عشق بيني وبينها، ما شاء الله عليها ما شاء الله، بس بدها عدسات، بدها عدسات. الاخ دكتور هارت بيسالني، ما بتشعر بالملل من كثر المراجعات والتليفونات والتكرار؟ ما في ملل عندك بهذا الموضوع؟ انا لا امل من فكرة يجيني جهاز جديد أعمله unboxing، أفتحه أستخدمه أعمله مراجعة. هذا بالعكس بيعطيني شعور هيك أدرينالين، شعور بالسعادة. بس للأمانة أكثر إشي بيعطيني أدرينالين ضخم الكاميرات والعدسات هدول لما أشتريهم، لأنهم بيكونوا غاليين غاليين. لما بتشتري أنت كاميرا بتكون محوش سنتين ثلاثة، محوش لحتى تشتري كاميرا واحدة، فبتكون ميت. فبتيجي الكاميرا بتكون بتحبها، زي ما هي الكاميرا اللي عندي أنا حاليا، I'm in love with my camera. الأخ بلال سمور بيسأل، كيف تشتري من أمازون أو من علي إكسبرس وبعد مشاكل الجمارك اللي عندنا في الأردن؟ أنا بدي أجاوبك، لا تستغرب من جوابي، أنا ما بشتري. أي إشي بدك تشتريه بدك تدفع عليه. يعني أنا اشتريت آخر مرة كفر من دي براند لجهازي، ما ركبته حتى من نكد، بتأخر عليك بالموعد التسليم، بحطوا عليك جمارك، وهو كفر يعني حقه كم دولار يعني. فموضوع انك تشتري من الجمارك بده يكون معك فلوس زياده لحتى تدفع، وانا بصراحه بطل. فكيف انا بشتري الاشياء؟ اذا سافرت بشتري من البلد اللي بسافر عليه، بس هيك بشتري. الاخ ابو 123 واي، ما هي افضل شركه هواتف 2019 2020 ولماذا؟ بصراحه ما فيش، يعني ما في عندي افضل شركه. ليش؟ لانه انا بشوف في كل شركه عندها ميزه انا بحبها. يعني ما عندي هالجهاز اللي جامع كل الميزات اللي بحبهم. ون بلس بحب الاوبريتنج سيستم تبعهم، بموت فيه. سامسونج عندهم شاشات خيال، هواوي عندهم بطاريات وشحن عن جد خيالية. اللهم صل على سيدنا محمد. شاومي عندها عتاد ممتاز وسعر خرافي. اوبو عندها ديزاينز مش معقولين. فنفسي هيك يجي هيك يوم من الايام هاتف يكون متكامل، بس ما في افضل شركة بالنسبة لي، ما في. الاخ اسلام بيسأل، ما رأيك بهواتف شاومي من ناحية التصنيع وجودة التصنيع؟ ما هو افضل هاتف من الفئه الاقتصاديه؟ هلا شاومي كان عنها مسموعيه او زمان في لها سمعه انه هواتفها سيئه الصنع. يمكن هذا الحكي كان زمان، بس اليوم عن جد هواتف يعني هواتف شاومي تعطيك جوده تصنيع عاليه جدا جدا، واجهزه والله محترمه. مش دفاعا عن الشركه اخوان، بس انا جربت اجهزه من عنده كثير، اجهزتهم محترمه جدا جدا وقويه وسعرها ممتاز. بالنسبه اللي بدك جهاز متوسط او جهاز اقتصادي، الفئه الاقتصاديه برضه راح اوديك على شاومي. خذ النوت ريدمي نوت 9 برو ماكس. يس. الاخ تاجر سوري بيسال، كيف اعرف انه الجوال مفكوك؟ وكيف وبالذات الاجهزه الجديده بتكون مضغوطه ضغط وبدها فك حراري وقصص، يعني مش مفكات، فاهم كيف؟ يعني بفكوها بالحراره، كيف بدك تعرف؟ وكيف اختار وصله لشاحن سريع بتدعم الشحن السريع؟ هلا كيف تعرف انه الجهاز مفكوك؟ انا بحثت في هذا الموضوع وما لقيت جواب، فلذلك انا لا اعلم. ويا اخوان اذا حدا بيعرف يحكوا لنا، اذا بدك تحكوا لي انه المفكات بتكون او البراغي بتكون عليها خدش، لا بطل في عنا براغي، بطل في براغي. فاللي بيعرف كيف يدلنا لو سمحتوا. بالنسبه كيف تشتري كيبل يدعم شحن سريع، فعلا الكوابل مختلفه، وفي كوابل بتدعم الشحن السريع وكوابل لا، فبدك تدير بالك. بيكون مكتوب على الكوابل، اشتري كوابل من انكر او من بلكن او من شركات ثانيه، بس انكر يعني انتم بتعرفوا يمكن، بيكون مكتوب عليها شو بتدعم، على علبتها بيكون مكتوب مزايا الكيبل، بدعم شحن سريع ولا لا. فما تشتري اي كيبل هيك ملفوف وخلص، اشتري من براند. وبنصحك اما عندك بروميت هذا براند، انكر براند، بلكن واوكي ايش كمان، خلاص بكفي هي اربعه. الاخ شيشاني دشروت جامبينج اسمه غريب صراحه، بيسالني شو مين التقنيين اللي بتتابعهم، او في هل في تقنيين اخرين عرب بتتابعهم؟ طبعا انا يعني معظم التقنيين العرب اللي موجودين حاليا بتابعهم، بس مش انه بكثره، لانه زمان كنت متفرغ ما عندي قناه كنت اتابعهم بكثره. هلا لا، بس بحب احضر فيديوهات صلاح حامد، بحب احضر فيديوهات فيصل السيف، احمد بوعريكي، عمر دايزر، بحب احضرهم. بس هل انا زي زمان متفرغ احضر؟ لا. الاخ سيرالي امراني، او يمكن بلفظ اسمه غلط، بيحكي مع كثره الاجهزه كل سنه، هل لما بنزل اجهزه جديده بالسنه الاجهزه السنه الماضيه بتنخفض؟ نعم بالعكس. هاي الشغله مهمه جدا يا جماعه الخير، اللي ما يعني معهوش مصاري كثير وبده جهاز يكون فلاج شيب يستنى دائما ينزل جهاز فلاج شيب جديد ويروح يشتري فلاج شيب تبع السنه الماضيه. يعني هلا نزل جالكسي اس 20
روح هلا الايام هاي اشتري الجالكسي اس 10، حتلاقيه جهاز فخم قوي سريع ممتاز كاميرا ممتازه وسعره رهيب. فهاي الحركه دائما فكروا فيها ودائما حتستفيدوا منها ان شاء الله. الاخ مو تيك بيسالني ليش انا بطلت اعمل سلسله افهمها صح وسلسله استخدمها صح. مش اني بطلت، ولكن المواضيع قليله جدا، فانا بحاول ابعد مسافات، بقدرش اعمل كل اسبوع حلقه لانه ما في عندي مواضيع. اما استخدمها صح عن التطبيقات، قاعد بجهز نفسي اني ارجع لهذا المود، مش عمال بزبط معي، ولكن لازم ارجع افعلها. موضوع بالذات استخدمها صح، لانه عندنا تطبيقات كثيره ممكن نحكي عنها. اما موضوع افهمها صح، المواضيع مش كثيره، ومش كل شيء انا بفهم فيه، يعني مش كل موضوع بقدر اعمله بطريقه سهله يكون مفهوم للجميع. عشان اكون صادق برضه، زي موضوع المعالجات، انا مش كثير بفهم في المعالجات ودقائقها وتفاصيلها، فمش مش قادر اعمل افهمها صح عن معالجات تكون واضحه وصريحه. الاخ رضا بريش بيسالني شو قصه قناه الانمي. قناه الانمي هي قناه عملتها انا عشان احكي عن الرسوم المتحركه، الاشياء اللي بحبها، ولكن بس بلشت اشتغل فيها واعمل فيديوهات، بلشت تجيني رسائل كثير من الناس انه هاي القناه حرام، ممكن تجيب لك دخل حرام، انت بتعمل اشي حرام في ميزان حسناتك او سيئاتك حتى، لانه كل ما تقدم اشي يكون فيه سيئات كل هذا يكتب عليك. يعني مثلا بتنصح الناس يحضروا انمي ويطلع في هذا الانمي ايحاءات جنسيه كثيره، فكل حدا بيحضر الاثم عليك انت. فانا وقفت، فعليا وقفت، وان شاء الله الاسبوع هذا بدي اطلع فيديو احكي لكم شو ناوي اسوي بهذا الموضوع. يعني لقيت حل وسط، حل يعني ان شاء الله منيح، ان شاء الله بيناسب الجميع، ممكن ما يناسبش الجميع، ولكن راح احكي عنه باذن تعالى في فيديوهات الاسبوع الجاي لقناه الانمي، فتابعوها. واللي ما عنده رابط قناه، الرابط في صندوق الوصف لقناه الانمي. الاخ حسن المظفر بيسال شو اسم ابنك وكم عمره. انا بالعاده بحكيش عن ابني، ولكن بدي احكي من باب الفائده. ابني اللي هو اسمه تيم، وهو مش ابني. كيف بس المقدمه؟ نعم، انا الله لم يرزقني اطفالا، وانا مش زعلان ابدا، ولكن مشينا انا وزوجتي موضوع احتضان طفل. الناس بسموها تبني، ولكن في بالاسلام شيء اسمه احتضان طفل، احتضان اسلامي. بتاخذ هذا الولد اليتيم بتربيه عندك، ومرتك ممكن ترضعه 5 رضعات، او اخت مرتك او اختي انا مثلا ترضعه، وهذا صار الحكي الحمد لله رب العالمين عشان الحلال الحرام. مرتي رضعته واختي واخت مرتي رضعته، فاحنا خرجنا من الحرج، وبصير تربيه عندك في بيتك زي كأنه ابنك، لكنه هذا الولد لا يرث شرعا، يعني ما بيطلع له شرعا يطالب بالورثه الا اذا انت بدك تعطيه. انا قررت انه اعطيه جزء من الورثه وليس كل الورثه، فهذا الفرق الوحيد. ليس تبني، ما بياخذ اسم، يعني ما بياخذ اسم عيلتي. ممكن ياخذ اسم، بياخذ اسمي انا اولا سيزار، لكن ما بياخذ اسم عيلتي. هسه ليش حكيت عن الموضوع؟ بنصحكم للناس اللي عندهم اولاد وحاب او ما عندهم اولاد وحابين يحتضنوا طفل، في اجر عظيم وفي حياه، انت بتعطي الطفل هذا حياه وهو بيعطيك حياه اخرى. انا والله الولد ما بنيمنا، بمرض كثير وبيغلبنا وبخرب البيت ومشاكل وصراخ وعياط واكل وجوعان، بس كله بروح لما يبتسم. فلذلك بنصحكم بموضوع الاحتضان الاسلامي، اذا عندكم المقدره الماليه وعندكم التفرغ لهذا الموضوع سووا جربوا، واجر ان شاء الله اجركم عظيم باذن تعالى. الاخ عبد الله بيسالني هل عندي ايكو سيستم من شركه معينه. ايكو سيستم يعني نظام متكامل ما بين تليفون، سماعه، تلفزيون، لابتوب، كمبيوتر، تابلت، كلهم من نفس الشركه. لا ما عندي. اقرب شيء عندي انه عندي هاتف هواوي، عندي ساعه هواوي، وعندي سماعه هواوي، هاي هذول 3 شغلات، وعندي مثلا ساعه تليفون سامسونج، وعندي سماعه سامسونج بس. ففعليا ما عنديش ايكو سيستم كامل، مش عارف اذا ممكن يصير عندي في المستقبل، ما بعرف. الاخ يوسف بيسال انه شركه سامسونج بتصنع تليفوناتها في فيتنام وبكوريا وبلدان اخرى، كيف ممكن نعرف؟ وهل هذا شيء يعني بسبب مشاكل؟ شركه سامسونج عندها مصانع في فيتنام، وعندها مصانع في كوريا، وكان عندها مصانع في الصين، وعندها مصانع في الهند، فهي بتصنع فعليا في عده دول. هل هذا يؤثر عليك؟ المفروض لا يؤثر. ليش؟ لانه هي بتصنع بستاندردز معينه وبتفرضها على الجميع. فالمفروض الجالكسي اس 20 اللي بينصنع مثلا في الهند نفس اللي بينصنع في فيتنام، هذا انا هيك بعرف وهيك لما سالت واستفسرت. فالمفروض ما تخاف من هذا الموضوع ابدا. الاخ احمد ابراهيم بيسالني ليش انت ما بتعمل فيديوهات تجرب فيها تكسر تليفون، او تعمل بسموها الدروب تيست، توقع تليفون وتشوف قديش بيتحمل. بصراحه بقدرش اعمل، يعني انا ما بشوف فائده كبيرة بهيك فيديوهات. صحيح بتجيب مشاهدات قوية وعالية، بس انت بتخرب تليفون عشان تجيب مشاهدات، وانا قلبي الصغير لا يتحمل، واذا عندي اجهزة بخليهم
فانا صعب اعمل اي فكره زي هيك. يعطيكم العافيه، اتوقع هيك يعني غطيت شويه، يعني زي ما انتم ملاحظين ما بقدرش اغطي كل الاسئله. اذا عندك سؤال اكتبه في تعليقات للفيديو القادم عشان ان شاء الله احاول اطلعه. يعطيكم الف عافيه، بشوفكم في الفيديو القادم، الى اللقاء.